كابتن علاء بعد اذنك تروح لزميلنا لا اتفضل. فاروق صلاح ولقاء مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد تحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا النجاح مش وليد الصدفه، ده مشوار طويل في محطات صعبه وفي لحظات سعيده، وزي ما قلنا ان كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي والدوله المصريه ادى دوره على اكمل وجه. معي وش السعد، واحد من يعني الجنود اللي بذل مجهود وشاف معانا اجواء صعبه، وكان يعني ليه دور كبير جدا في سفريه جنوب افريقيا والكاميرون. طبعا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. وش سعد، نقول مليون مبروك النهارده، المشهد بيكتمل، الفرحه بتكتمل. قلت لي بعد مباراه القطن الكاميروني هنصعد من القاهره، الصوره اكتملت وصعدنا من القاهره. الحمد لله، جمهور كبير، جمهور عظيم، جمهور عمل حاله في الشارع المصري بقالنا اسبوع او 10 ايام عشان التذاكر. جمهور يعني من النهارده الجمهور الاهلاوي يفطر في استاد القاهره كله النهارده في ليله من ليالي رمضان، ويعني جاي من كل الارجاء المعموره، من مصر كلها، من اسوان، من اسكندريه، من المنصوره، من كل مصر. الف مبروك لكل الاهلاويه، والحمد لله على قدر تعب الجمهور العظيم ده ان ربنا اسعدنا الليله دي. الف مبروك. انا عايز اخد حضرتك لسفريه الكاميرون بالتحديد، كان ليها كلمه السر والفوز والثقه اللي اللعيبه خدتها بعد ماتش صن داونز، كان ليها مفعول السحر النهارده. الحمد لله، طبعا لعيبه النادي الاهلي كانوا رجاله، والحمد لله يعني بقياده كابتن محمود الخطيب انا عاصرت كل الاجواء اللي فاتوا. اداره الكابتن محمود الخطيب للبعثه كلها من خلال اتصالاته بيا وتدارك حاجات كتير، الحمد لله اللي حصل في صن داونز ان ربنا اكرمنا بالفوز في الكاميرون اللي كان ليه النهارده عامل كبير جدا ان احنا نصعد بعد ما كسبنا على الهلال. الحمد لله، والف مبروك للاهلاويه، وان شاء الله كابتن محمود الخطيب المباراه الجايه يكون حاضر ان شاء الله، الف سلام عليه وربنا يطمنا كلنا عليه يا رب. اشكرك يا استاذ طارق، وبالتوفيق دايما، ولسه الفرحه ان شاء الله بالفوز بالبطوله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله، مبروك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، والفرحه حلوه، وكل فرد بنقول ادى دوره. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح.